السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس جديد في مادة الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة في الوحدة الثالثة بعنوان شخصيات وأحداث من عصر الدول المستقلة. الدرس الأول بعنوان أحمد ابن طولون ومحمد ابن طرج الإخشيدي. أول حاجة نعرفها مع بعض بما تفسر ظهور الدول المستقلة. يعني إيه دول مستقلة؟ يعني دول مش تابعة للخلافة العثمانية أو العباسية، الخلافة اللي كانت موجودة في الفترة ديت. طب الخلافة العباسية الدول استقلت عنها بسبب ضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني. معنى كده إن في العصر العباسي الأول كان يوجد خلفاء أقوياء، وبالتالي لم يوجد دول مستقلة. فلما ضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني أصبح هناك فرصة كبيرة للولاة إن هم يقدروا يستقل بالولاية بتاعتهم ويعملوا دولة مستقلة لنفسهم. طيب، والإضافة لضعف الخلفاء إن الخلفاء دولت استعانوا بعناصر غير عربية، عناصر مش عرب زي الفرس والأتراك، فأصبح منهم القادة وأصبح منهم الوزراء وأصبح منهم الولاة. واستغلت هذه العناصر ضعف الخلافة واستقلت بما تحت أيديهم من ولايات. العناصر اللي غير عربية ديت اللي هم كانوا القادة والوزراء والولاة استغلوا ان الخلفاء ضعاف مش هيقدروا ان هم يحاربوهم او يقدروا ان هم يقفوا ضدهم، فاستغلوا الفرصة ديت وقالوا احنا نعمل دولة لينا، فعشان كده ظهرت الدول المستقلة. طيب تعالوا نشوف بقى انواع الدول المستقله اللي ظهرت. قال لك والله هم نوعين. النوع الاول دول مستقله عن الخلافه العباسيه، يعني مستقله تماما عن الخلافه العباسيه دون الاعتراف بها نهائيا. زي ايه؟ قال لك زي الدوله الفاطميه، ودي كانت دوله مستقله عن الخلافه العباسيه بل ومنافسه ليها، بتحاول ان هي تضم ولايات الدوله العباسيه ليها. النوع الثاني بقى هي دول مستقله تحت سياده الخلافه العباسيه. هي مستقله لكن تحت سياده الخلافه العباسيه، معترفين بوجود الخليفه العباسي، بيدفعوا له الضرائب، بيدعوا له على المنابر، يعني معترفين بوجود الدوله. زي ايه بقى الدول المستقله المعترفه بوجود الخليفه او تحت سياده الخليفه؟ زي الدوله الطولونيه، زي الدوله الاخشيديه، زي الدوله الايوبيه، وزي دوله المماليك. اولا هناخد مع بعض الدوله الطولونيه. الدولة الطولونية مؤسسها هو أحمد ابن طولون، لذلك لقبت بالدولة الطولونية. تأسست عام 254 هجريا 868 ميلاديا. أحمد ابن طولون ده شباب، هو تركي الأصل مش عربي، هو تركي الأصل زي ما احنا عرفنا من شوية إن الخلفاء استعانوا بعناصر غير عربية زي الفرس والأتراك، فمن ضمن الأتراك دولت هو واحد اسمه أحمد ابن طولون. أحمد ابن طولون نشأ وتعلم في مدينة بغداد اللي هي في الفترة دي كانت مركز الخلافة، وانتقل إلى مصر ليحكمها نيابة عن واليها بايكباك التركي. فكان واليها بايكباك مريض، تمام، وهو عرفنا إن هو تركي الأصل، فأرسلوا أحمد ابن طولون عشان يحكمها بالنيابة عنه. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ بايكباك توفى وأحمد ابن طولون أصبح هو الوالي على مصر. ولما أصبح واليا على مصر تمكن أحمد ابن طولون من تأسيس الدولة الطولونية، وهي أول دولة هناخدها في درسنا النهاردة. عندنا ده سؤال المتفوقين. أول سؤال معايا هو ما النتائج المترتبة على وفاة بايكباك التركي؟ مستني إجابتكم في التعليقات شباب. طب تعالوا نشوف أهم أعمال أحمد ابن طولون في مصر. لما أحمد ابن طولون تولى ولاية مصر إيه هي أهم حاجة عملها؟ أول حاجة كون جيشا كبيرا قويا ومدربا. أنا بعمل دولة جديدة، فإذا أنا لازم أعمل جيش قوي عشان يدافع لي عن الدولة دي. تاني حاجة حب أنه يعمل عاصمة في الوقت ده للدولة بتاعته، فأنشأ مدينة اسمها مدينة القطيعة، وهي المدينة اتسمت بالاسم ده لأنه جعل لكل طائفة من أتباعه قطيعة من الأرض يقيم فيها، فتسمت القطيعة. بعد كده بنى مسجد جوه مدينة القطائع. المسجد ده مشهور بمأذنته المميزة، والمسجد ده طبعا عرف باسمه، اسمه مسجد أحمد بن طولون، والمأذنة بتاعته مميزة لأن السلالم بتاعة المأذنة خارجية وليست داخلية. طيب عمل ايه كمان؟ نشر العدل وساعد الفقراء بالأموال والصدقات. اهتم بالزراعة حيث أقام الجسور، حفر الترع والقنوات عشان يقدر يزرع. عمل كمان أو شيد البيمارستان. البيمارستان ده هو دار للعلاج وتدريس الطب في العهد الإسلامي، يعني مكان كانوا بيعالجوا فيه المرضى ويدرسوا فيه الطب زي كلية الطب يعني في العهد الإسلامي. طب هو ليه شيد البيمارستان؟ بما تفسر السؤال ده مهم جدا، لعلاج المرضى بالمجان. أهو زي ما قلنا من شوية، يعني البيمارستان هو دار للعلاج وتدريس الطب في العهد الإسلامي.
تعالى نتعرف مع بعض على امتداد الدولة الطولونية. الدولة الطولونية كانت قد ايه؟ هل كانت تحكم مصر بس ولا مصر ودول اخرى؟ قال لي بص يا مستر، في الشمال كانت الدولة الطولونية ممتدة الى بلاد الشام اللي هي حاليا فلسطين وسوريا ولبنان. في الشرق كانت بلاد الحجاز اللي هي جزء من شبه الجزيرة العربية. في الجنوب الى بلاد النوبة اللي هو وانت نزل على السودان كده تحت. وفي الغرب في اقليم بركة. يبقى عندنا كده ان الدولة الطولونية ما كانتش تحكم مصر بس، لا دي كانت ممتدة امتداد كبير كبير جدا، ان هي وصلت لبلاد الشام في الشمال والحجاز في الحجاز في الشرق وفي الجنوب لغاية النوبة وفي الغرب لغاية بركة. وده في الصورة اللي قدامنا هو ده امتداد الدولة الطولونية زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب تعالوا نشوف بقى الدولة الثانية المستقلة، وهي الدولة الإخشيدية، واللي تأسست عام 323 هجريا 935 ميلادية. طب تعالوا نشوف كده مع بعض مؤسسها مين. الدولة الإخشيدية تأسست على يد محمد ابن طغج الإخشيد، وعشان كده اتسمت بالدولة الإخشيدية. طب مين محمد ابن طغج الإخشيد ده؟ قالك الأول الإخشيد ده هو لقب معناه الملك، تمام؟ طب محمد ابن طغج الإخشيد ده هو تركي الأصل زي أحمد ابن طولون، كان تركي الأصل مش عربي. طيب ايه تاني نشوف كده مع بعض، يعني ايه الاخشيد؟ زي ما قلنا هو لقب معناه الملك. طب ما النتائج المترتبة على؟ اظهر محمد ابن طغج شجاعته في صد هجمات الدولة الفاطمية. محمد ابن طغج اظهر شجاعة كبيرة جدا لما حاولت الدولة الفاطمية ان هي تيجي تحتل مصر، هو ابتدى يظهر شجاعة في الموضوع ده، فنتيجة شجاعته دي اعجب بيه جدا الخليفة العباسي وولاه ولاية مصر. ومش بس كده، ده كمان منحه لقب الإخشيد. تعال نتعرف على أهم أعمال محمد ابن طغج الإخشيد في مصر. أول عمل أعاد للبلاد الأمن والنظام. الفترة اللي كانت قبل محمد ابن طغج كانت مصر تعاني من الفوضى. فأول ما جه محمد ابن طغج أول حاجة عملها هو أعاد للبلاد الأمن والنظام وأعاد لها الاستقرار مرة تانية. تاني حاجة قوى مركزه في مصر والشام والحجاز. احنا عارفين ان الدولة الطولونية من شوية كانت بتمتد الى الشام والحجاز ومصر واقليم بركة والنوبة في الجنوب. طيب معنى كده ان مصر كانت امتدادها كبير، فلما جه محمد بن طغج الاخشيدي ما اكتفاش بالكلام ده، لا ده وسع وقوى هذا المركز وقوى هذه الدولة. رقم ثلاثة حمى مصر او حمى البلاد من الاخطار الخارجية زي مصر قالت لنا دلوقتي اللي هي هجمات الدولة الفاطمية. استطاع محمد ابن طغج ان هو يحمي البلاد من اخطار هذه الدولة. ثالث حاجة رابع حاجة حرص على الاحتفال بالاعياد الاسلامية والمسيحية. يعني ما كانش بيحتفل بالاعياد الاسلامية بس، قال لك لا هو هيحتفل كمان بالاعياد المسيحية. مثل ايه؟ مثل عيد الغطاس. وده امتداد الدولة الاخشيدية في عهد محمد ابن طغج. لو ملاحظين في الصورة ان الدولة الاخشيدية اتسعت من ناحية الشرق والشمال، يعني هو قدر ان هو يوسع حدود مملكته اكتر من ناحية الشرق والشمال. طب يجي لك هنا بقى سؤال يقول لك ايه؟ بما تفسر قوى محمد ابن طغج مركزه في مصر والشام والحجاز، ليه قوى مركزه في الثلاث مناطق دول وبالاخص الحجاز؟ قال لك حتى يكون له الاشراف على الحرمين الشريفين. طبعا الحجاز او بلاد الحجاز اللي هي شبه الجزيره العربيه او اللي هي حاليا السعوديه، قال لك عشان يكون له الاشراف على الحرمين الشريفين. الحرمين الشريفين دول اللي هو المسجد النبوي اللي هو موجود في المدينه المنوره والمسجد الحرام اللي هو في مكه. ودلوقتي معادنا مع سؤال المتفوقين، والسؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة على استعانة الخلفاء العباسيين بعناصر غير عربية؟ مستني إجابتكم في التعليقات يا شباب. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، أتمنى نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.